أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج صلى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في العناوين. جاء في المدى معلومات تربط بين درون أربيل وهجوم الحبيبية، والبرلمان يريد توضيحا. نطالع في العرب الجديد، مفوضية حقوق الإنسان في العراق تثير ملف التحقيق بقتل التظاهرات وتتوقع تدخلا دوليا. جاء في موقع الحرة، رواتب الموظفين في العراق غضب وتشكيك في محاولة حكومية لتعظيم الموارد. نتصفح في البيان الإماراتية لبنان، تحذير أمريكي وحراك روسي لتسريع تشكيل للحكومة. وأخيراً وليس آخراً، في الشرق الأوسط جاء تحت عنوان الطاقة الذرية، إيران بدأت تخصيب اليورانيوم عند مستوى نقائي 60%. وفي القدس العربي، مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني تسجل تقدماً رغم تواصل الخلافات. وجاء في الخليج الإماراتية، تعزيزات حربية روسية في البحر الأسود وسط تصاعد التوتر مع أوكرانيا. أهلا بكم. ماذا نسمي مسؤولا كبيرا في الدولة العراقية يخرج على المشاهدين ليقول إنه لولا دعم إيران لما جلس محمد الحلبوسي على كرسي رئاسة البرلمان؟ وماذا نقول أيضا لهذا المسؤول الكبير وهو يعلن صراحة أن أمريكا تدخلت في اختيار رئيس الوزراء وأنها رفعت الكارت الأحمر بوجه مرشح تحالف البناء؟ علي حسين يقول في صحيفة المدى إنه عندما نسمع هذا الكلام من رجل تولى ويتولى الكثير من المناصب الأمنية، حتما ستضحك على شعارات السيادة وأخواتها وقطع ذراع أمريكا. الآن نحن بصدد تطور مذهل يتمثل في اعتراف فالح الفياض بأن أمريكا وإيران هما من يحدد شكل الحكومة والبرلمان. أما الناخب العراقي المغلوب على أمره فمهمته فقط الدعاء بأن يطيل الله عمر النوابنا الأفاضل. للأسف لا نزال نطلب الرضا من إيران ونسكت على تدخلات أمريكا. تحتل معظم أحزابنا السياسية الحاكمة عدداً من المحافظات والوزارات، يضاف إليها المنطقة الخضراء وجزء لا بأس به من الجادرية، لكنها عندما تواجه مسألة تخص الدولة العراقية فإنها تذهب إما باتجاه الجارة الشرقية أو تستدعي السفير الأمريكي لتأخذ موافقته. ألم يحن الوقت لمراجعة أخلاقية شاملة تجعلنا نطرح السؤال المهم؟ هل يجوز أن نجد أحزاباً تستولي على المناصب وتتقاسم المغانم وأعضاؤها ينعمون بأعلى الرواتب وبأرقى الامتيازات، لكنها تناقش قضاياها في دول أخرى ولا قانون يقف بوجهها، لأنها في عرف هذه الأحزاب علاقات استراتيجية؟ اليوم المواطن المغلوب على أمره يحق له أن يسأل: متى يطمئن العراقيون على وطنهم ومستقبلهم في وقت يصر فيه ساستنا الأشاوس على أن يمضوا بنا في بحر هائج تتصارع فيه المصالح وحيتان الفساد، فيما المواطن المسكين حائر تتخبط به الأمواج والخطب والشعارات بينما لا شاطئ هناك ولا ضوءا بعيدا يهتدي به وإليه؟ الكاتب يشير إلى أن البرلمان يسعى إلى أن يهرب بالبلاد إلى المجهول، يتجاهل الاحتجاجات طبعاً، محاولاً أن يوهمنا جميعاً أن معركة العراق الحقيقية ليست مع الطائفية والانتهازية، وإنما في رفع شعارات السيادة المضحكة. جاء زيارة إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني لبغداد في الرابع من نيسان الحالي ضمن سياسة ثابتة للنظام الحالي الإيراني في التدخل في الشؤون الداخلية والتأثير على قرارات حكومة بغداد وتسخير الأدوات والوكلاء التابعين لسياسة طهران لتنفيذ الأهداف والمساعي الإيرانية.
إياد العناز يرى في صحيفة البصائر أن هذه الزيارات لا تتم إلا إذا كانت هناك مصالح ومنافع سياسية إيرانية تسعى لتحقيقها واستثمار نتائج الأحداث والوقائع التي تجري في العراق لصالحها. زيارة قائان أتت متزامنة مع بدء الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، ليعمل أقطاب النظام الإيراني على توجيه أدواتهم ووكلائهم لتصعيد المواجهة مع المحتل الأمريكي داخل الأراضي العراقية، واعتماد سياسة الضغط المباشر على المصالح والأهداف الأمريكية لاستخدامها أدوات فاعلة في إطار الجولات التي تعقد هذه الأيام في العاصمة النمساوية فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. جاء التوجيه الإيراني بقيام إسماعيل قائاني بزيارة ميدانية لبغداد للوقوف على مستجدات الأوضاع السياسية والتوجهات الحكومية الخاصة بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومناقشة الخلافات والمشاكل الحزبية بين جميع الأوساط السياسية الشيعية التي أصبحت علامة فارقة في المشهد السياسي العراقي، وتؤثر على الأهداف والنظرة الاستراتيجية للتعامل الإيراني مع الأحداث الجارية في العراق. ويؤكد النظام الإيراني من هذه الزيارة دوافعه الذاتية في إثبات حرصه وأتباعه على الاستمرار بالتعامل مع الأحداث القائمة وتمسكه بخيوط اللعبة السياسية وجعلها أكثر قوة في مواجهة التطورات الجارية مع الإدارة الأمريكية وطبيعة إجراءاتها الميدانية على الأرض العراقية، خاصة وأنهم يواجهون أزمة اقتصادية خانقة باستمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي أصبحت نتائجها تثقل كاهل المجتمع الإيراني. الكاتب يقول إن هذه هي إحدى الملامح والجوانب الرئيسة التي كانت وراء زيارة قائاني لبغداد والتأثير باتجاه تصعيد سياسة الضغط والشد على الولايات المتحدة الأمريكية واتباع سياسة المطالبة من قبل حكومة بغداد لتحقيق الأهداف الإيرانية والمطالب الاقتصادية بما يخدم وجود واستمرارية الهيمنة والنفوذ السياسي والاقتصادي في العراق. الكل يستطيع أن يرى الآن ما معنى أن يصبح العراق إقطاعية من إقطاعيات الولي الفقيه. مئات المليارات التي نهبت من ثروات العراق على امتداد العقدين الماضيين هي التي وفرت لإيران أن تقاوم العقوبات وأن تواصل برامجها العسكرية وأن توسع طموحاتها كذلك الإقليمية لتشمل سوريا واليمن ولبنان. علي الصراف يقول في صحيفة العرب اللندنية إن العراق وقع ضحية تواطؤ أمريكي إيراني، فكانت النتيجة هي ما نحن فيه الآن. تجرؤ إيران الآن أن تهدد المنطقة برمتها، وهي تبتز العالم بالسعي لتطوير أسلحة نووية، وتريد من وراء هذا الابتزاز أن تحافظ على ما كسبته من علاقات التواطؤ مع إدارة الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما. لم تلحظ هاتان الإدارتان أنهما كانتا تغذيان الوحش الذي سينقلب عليهما يوماً. قصر النظر الشديد والتقليدي في علاقات واشنطن مع القوى الإقليمية المختلفة في العالم هو الذي أقنعها بقبول المقايضة بأن تمنح السلطة في العراق لإيران مقابل حصة من برنامج النهب للموارد. العراق جوهرة التاج ليس فقط بسبب موارده الهائلة، بل لأنه القوة الوحيدة المضادة التي إذا ما نهضت فإنها سوف تجبر طهران على أن تعيد النظر بطموحاتها الإقليمية وتعود لتنحسر إلى قوة داخل حدودها، لا تجرؤ على تهديد أحد ولا التوسع على حساب مصالح الآخرين. إدراك الدول العربية المتضررة من تهديدات إيران بأن العراق هو جوهرة التاج في مواجهة هذه التهديدات كان يمكنه أن يوقف تواطؤات واشنطن عند حد، ولكنه كان يمكن أن يوفر للدول العربية غطاء أفضل لو أنها اختارت أن تحافظ على أمنها في العراق بأدواتها الخاصة، لا أن تكون رهينة لذكاء إدارات الولايات المتحدة.
إذن لابد من استعادة العراق. الكاتب يضيف أن السعي لاستعادة العراق كدولة وككيان وشعب هو الطريق الوحيد لمواجهة تهديدات إيران ضد دول المنطقة، وهو الطريق الوحيد الذي يمكنه أن يبقي مياه الخليج آمنة للملاحة والتجارة الدولية، وهو الوحيد الذي يمكنه أن يوقف تمدد المشروع الطائفي الإيراني. نشرت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية مقالا لمراسل شؤون الشرق الأوسط كامبل ماك ديارميد، يقول فيه إن خطة الأمم المتحدة لترميم جامع النوري الكبير التاريخي في الموصل وصفت بأنها حداثية، إذ انتقد مهندسون معماريون وعلماء آثار إعادة التصاميم التكعيبية المستوحاة من الخليج في المركز التاريخي للمدينة العراقية الثانية. الصحيفة أشارت إلى أن منظمة اليونسكو اختارت شركة مصرية لإعادة بناء جامع النور الكبير في إطار مشروع لترميم أجزاء من مدينة الموصل القديمة التي تضررت بشدة خلال سيطرة مسلحي تنظيم داعش. وتنقل الصحيفة عن خبراء عراقيين قولهم إن التصميم الذي فاز في مسابقة دولية يتجاهل التراث الفريد للمدينة، متسائلين عن سبب عدم اختيار مهندس معماري عراقي للمشروع. وبحسب الصحيفة فقد توقع العديد من أهالي الموصل إعادة بناء مجمع المساجد المحبوب بالقباب والأقواس بما يتماشى مع طراز المعماري التاريخي للمدينة القديمة، وهم غير راضين عن التصميم التكعيبي الحديث الذي اختير. وانتقدت كبيرة المحللين في معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسات رشا القعيدي التصاميم قائلة إنها ليست الموصل، إنها تشبه الشارقة تماماً. من جهته أكد عالم الآثار في الموصل جنيد الفاخري أن مسجد النور والمئذنة موقعان أثريان وتاريخيان يجب الحفاظ عليهما، ولا ينبغي تغيير أي تفاصيل تقلل من قيمتهما الأثرية. وعبر عن استغرابه عن سبب عدم اختيار التصميم الذي قدمته المهندسة الموصلية حسنية جورجوس، خصوصاً أنها قالت في مقترحها إنها ترغب بالحفاظ على الطابع الأصلي وأصالة المسجد. تنقل الصحيفة عن رئيس منظمة اليونسكو في العراق باولو فونتاني قوله أنه سيتم إعادة بناء مئذنة المسجد الأيقونية كما كانت من قبل، وكذلك قاعة الصلاة التي سيتم إعادة بنائها باستخدام مواد البناء الحديثة لتحسين الإضاءة والتبريد، مضيفاً أنه مزيج من الحداثة والتقاليد، وهذا ما أحبته هيئة المحلفين. لبنان الكبير ولد مدولاً في مؤتمر فرساي بعد اتفاق سايكس بيكو في الحرب العالمية الأولى. لبنان الاستقلال عام 1943 ولد محايداً سلبياً اتفاق على معادلات لا حماية ولا وصاية، لا شرقية ولا غربية، لا انحياز ولا موقع ممتاز، مع العرب حين يتفقون وعلى الحياد حين يختلفون. رفيق خوري يقول في صحيفة الاندبندنت عربية إن المطلوب بالضبط من لبنان هو أن يبقى في حرب دائمة عنوانها الخروج على الغرب الأمريكي والأوروبي في نفس الوقت من أجل التوجه شرقا. الأزمة العميقة اليوم التي لها أسباب وأخطاء وسياسات داخلية قاهرة تزداد تعقيدا بسبب الانحياز إلى محور الممانعة والمقاومة الذي هو عنوان للمشروع الإقليمي الإيراني المعادي للغرب والمشتبك على العرب. فنحن وسط الهوة الوطنية والسياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي دفعتنا إليها التركيبة الحاكمة والمتحكمة بنا، في حرب أهلية باردة وقطيعة مع العرب والغرب. والاستعصاء ليس في تأليف حكومة لإخراجنا من الهوة وإجراء إصلاحات تفتح الباب إلى مساعدات الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين فحسب، بل أيضاً دفع المسؤولين إلى التوقف عن الانحياز إلى المشروع الإيراني، أقله بالعودة إلى سياسة النأي بالنفس.
لا قدرة على وقف المسار الانحداري، ولا أحد يعرف ماذا يفعل في نهاية هذا المسار، بمن في ذلك من يقول إنه يملك خطة ويعمل لها. فالبلد المأزوم المفلس مهدد بفتنة طائفية ومذهبية يقول الجميع إنهم حريصون على تجنب الوقوع فيها، ومهدد بحرب إسرائيلية بحجة القضاء على أكثر من 100,000 صاروخ يملكها حزب الله، بينها صواريخ دقيقة جدا وكلها إيرانية. مطلوب منه أن يكون ورقة في ملف مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ضمن لعبة جيوسياسية كبيرة في الشرق الأوسط بين عدد كبير من اللاعبين على المستويين الإقليمي والدولي. رفيق خوري يختتم بالقول إن كل ذلك يأتي وسط العمل الاستراتيجي في التركيز على الصورة بدل المشهد، والتوقف أمام الشجرة التي تحجب الغابة، فالمنطقة في مرحلة تحولات، ولا قوة هناك أي قوة، لا توجد أي قوة على الأرض تستطيع إدارتها، والمشهد في لبنان مرتبط بالمشهد في سوريا والعراق واليمن. سلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على قضية الإيغور المسلمين ومعاناتهم تحت قبضة السلطات الصينية، وفي تقرير لها تحدثت الصحيفة إلى مجموعة من الإيغور في المنفى باسطنبول، فعبروا بالأحرى عن خوفهم الشديد على أسرهم في إقليم شينجيانغ في أقصى الشمال الغربي من الصين. الصحيفة قالت إن هذا الخوف الذي يؤرق الإيغور في اسطنبول بسبب فيلم وثائقي تلفزيوني وصفوه بالماكر بثته قناة بكين الرسمية الناطقة بالإنجليزية خلال هذا الشهر، والذي كان واضحاً في رسالته، وهي أن العالم مخطئ بشأن ما يحدث في شينجيانغ وبعيداً عن الاضطهاد الذي لا هوادة فيه. قال الوثائقي إن الصين تخوض حرباً عادلة ضد ما أسمته مجموعة إرهابية غادرة، وبحسب التقرير فلإثبات ذلك أظهر الفيلم الوثائقي الذي كان بعنوان الحرب في الخفاء، تحديات محاربة الإرهاب في شينجيانغ، مجموعة من الرجال المسجونين يعبرون عن ندمهم على أفعالهم. وتقول الصحيفة إن الفيلم زعم أنهم كانوا جزءاً من شبكة من المسؤولين الفاسدين ورجال الأعمال ومؤلفي الكتب المدرسية للأطفال، الذين جعلوا الإيغور متطرفين ورتبوا لهم السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، وكذلك شن هجمات داخل الصين. لكن الإيغور في اسطنبول الذين التقتهم الصحيفة أكدوا أن الوثائقية لم يقل الحقيقة، حيث كان آباؤهم وأحد الأعمام من بين الذين اعترفوا على الشاشة. وأشارت الصحيفة إلى أن قناة بكين الرسمية تعرضت أيضاً لشكاوى من صينيين في المنفى ببريطانيا يقولون إنها بثت فيديو لأقاربهم وهم يدلون باعترافات قسرية. وتختتم الصحيفة بالقول إن الاعترافات قسري أو غير ذلك ليست غريبة عن قناة بكين الرسمية، فقد وجدت هيئة مراقبة الاتصالات في بريطانيا أن القناة قد انتهكت قواعدها من خلال بث ما بدا أنه اعتراف قسري لرجل الأعمال والصحفي البريطاني بيتر هامفري، وقضت هيئة المراقبة بأن القناة كانت غير عادلة في عرض الفيديو. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.